نروح بقى مع حضراتكم لأول فقراتنا، أخبار الناشئين في الصحف والمواقع. هنروح لأول خبر معانا، وخبر مرتبط بمنتخب 2003 و2006، وتم تشكيل الجهازين الفنيين لمنتخب 2003 و2006. وهنشوف أول خبر هيظهر معانا مع حضراتكم دلوقتي، 13 لاعبا من الأهلي ينضمون إلى منتخبي الشباب والناشئين، منتخب الشباب مواليد 2003 ومنتخب الناشئين 2006. وعايز أستعرض مع حضراتكم كمان أسماء لاعبي النادي الأهلي اللي انضموا من 2006 و2003، هيكونوا معانا دلوقتي على الشاشة. ده بيبين ان في شغل كبير بيتم في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ان يكون عندك 13 لاعب من 2003 و2006. هنكون مع 2003 الاول، لاعبو الاهلي المنضمين لمعسكر منتخب مصر مواليد 2003، اللاعب ميدو نبيل ده صانع العاب، ومحمد احمد شرقية اسم الشهرة بتاعه شرقية ده مدافع، وعبد الجواد عبد الرحمن ده باك رايت ظهير ايمن، ورأفت خليل ظهير ايسر. نروح ايضا للاعبي الاهلي المنضمين لمعسكر 2006، وما شاء الله عندنا 9 لاعبين من فريق 2006 اللي بيمرنهم الكابتن سيد غريب. امير علاء ظهير ايسر، علي الدين علاء مدافع، حسام عادل مدافع، ابراهيم عادل لاعب وسط، فتحي مصطفى حارس مرمى، عبد الله طاهر ظهير ايمن، حمد محمد عبدين مدافع، يوسف الجندي لاعب وسط، وهشام مصطفى صانع العاب. ده بالنسبة لمنتخب 2003 و2006 ولاعبي الأهلي المنضمين إلى المنتخبين. أيضا كمان هنروح للخبر اللي بعد كده، ومع منتخب 2003 وأول تدريب بقيادة الكابتن محمود جابر المدير الفني لفريق 2003، وهيظهر معانا الخبر دلوقتي مع حضراتكم على الشاشة. أول مران لمنتخب مصر 2003 تحت قيادة محمود جابر. خبر اللي بعد كده أيضا مع منتخب 2006 يخوض مرانه الأول بقيادة مؤمن سليمان. الخبر اللي بعد كده، مؤمن سليمان المرحلة الثانية لمعسكر منتخب الناشئين تنطلق 3 مارس.